كنت عايز اقول لك على فكره انه الموضوع ممكن في بعض المشجعين ما يكونوش مهتمين بهذا الصدد، لكن ناس كتيره في الاداره الرياضيه في الانديه، الاداره الرياضيه في الاتحادات، يهمها جدا تسمع الكلام اللي انت هتقوله ده. انت كان ليك مقابله مع الاستاذ عمرو وهبي اللي بنكلله كل احترام ونبعت له طبعا سلامنا، طبعا يعني واحد من اساتذتنا، المدير التنفيذي لشركه بريزنتيشن في 2018. انا شايف ان كانت مقابله مهمه. المقابله دي اعتقد ان هي ممكن تكون مرجع للناس في حاجات كتيره عن التورته بتاعت السوق الرياضي في مصر، عن ايه استثمارات العام في مصر، ايه حجم السوق بشكل عام، انه برضه واحد مستثمر عايز يجي يشوف، ما هو ما بيحطش فلوسه في حاجه ما بتجيبش عائد صحيح. اكبر او اقل من الاستثمار صحيح بتاعه. صحيح دايما صحيح لازم نبقى صحيح فاهمين وضعنا، وضع الكوره في مصر، وضع بتدر بالظبط. علينا قد ايه، عشان الداخل يصرف يبقى فاهم ايه الوضع بتاعه. ايه اللي تحب تشارك الناس بيه من هذه المقابله، يعني عشان خاطر دايما الناس طبعا ترجع تقراها كلها لو حابب حد مهتم، بس حابب ان انت تسلط لنا الضوء على بعض النقط المهمه في هذه المقابله يعني. مبدئيا المقابله دي انا لحد هذا الوقت بتجيلي مراسلات من دول افريقيه ودول اوروبيه بيعتمدوا عليها في قياسهم لنشاط كره القدم في مصر حتى هذا الوقت. شفت ليه نظره ازاي؟ بس يعني فعلا كانت ملفته للنظره، حلوه. فللامانه يعني واحده، يعني انا الحمد لله يعني عملت حاجات كتير، لكن من الحاجات دي اللي بعتز جدا بيها بمقابله الاستاذ عمرو وهبي في 2018، حاجه لسه عمرها اكتر من 3 سنين مثلا ما زالت ولا عايشة. زالت عايشه، لان فيها معلومات بتقول على سبيل المثال ان حجم السوق الرياضي وقتها في التداولات بتاعه شركه بريزنتيشن حوالي 1.4 مليار جنيه في الوقت ده، اظن ان هو كمان زاد بشكل لسه عايز اقول لك اكبر، فيه بس محتاجين انا نحدث لغايه شوية. دلوقتي مش قادر اقنع الاستاذ عمرو بمقابله جديده، يعني اتمنى ان هو انا لو بوجه له دلوقتي يا استاذ عمرو احنا محتاجين مقابله جديده عشان خاطر الناس كلها تستفيد من خبرات حضرتك والاستاذ يعني. عمرو تحديدا واحد من اكتر طبعا الناس اللي انا يعني بتشجعني جدا، ودايما يعني بحس ان هو واحد من الناس الحريصه جدا على انه اي حاجه يهتم ان هو يدفعني للامام، ودايما بيقول لي ما تيأسش او ما تحبطش من القصه دي. ف كويس. ايه يعني تاني، ايه اللي ممكن غير حجم السوق في مصر اللي هو كان تقريبا 1.4 من 10 مليار، ايه تاني؟ الفكره الخاصه بتوزيع الحقوق، كويس جدا. يعني احنا في مصر الشركه بتدير ازاي فكره ان انت بتدي كل نادي حقه في القصه دي.